صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي، ختام أسبوع في هذه الحلقة. إن شاء الله تكون حلقة مثمرة ومفيدة لمشاهدينا ومتابعينا في أي مكان حول العالم، وتحديدا في الكويت وفي منطقة الخليج، خاصة أن اليوم بنناقش كأس الخليج وقرعة كأس الخليج، ونتشرف بوجود ضيوفنا ومحللينا اليوم المتواجدين معنا. على اليمين مدربنا الوطني كابتن راشد بديح، بجانبه الحارس الدولي السابق الكابتن صلاح مرزوق. على اليسار اليوم نتشرف الحقيقة، احنا دائما نقول يعني اللي يمثلوننا في الخارج وجه مشرف ومشرق بالنسبة للرياضة الكويتية، يعني مدحنا أخونا أحمد موسى، دكتور طارق الجلامة، بشار عبد الله، خالد الفضلي، صالح بريتشي، يعني الأسماء اللي قاعد تمثلنا برا. من هذه الأسماء أيضا ضيفنا اليوم اللي تشرف فيه المحلل التحكيمي في قنوات الكاس في برنامج الحكم بالتحديد، واللي نشكرهم أيضا وتعاونهم معنا، والسماح لأخونا أبو بدر أيضا يكون موجود معنا في هذه الحلقة، أخونا العزيز الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي الكابتن ناصر العنزي، حياه الله والحمد لله على السلامة. وآخر الحضور المحلل الرياضي واللاعب الدولي السابق أحمد موسى، حياكم الله إخوان، صبحكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم، مشكورين على تواجدكم. اي امر تحكيمي اعتقد يعني خير من يجيب على الاسئله، مع احترامنا لكل من يتواجد معنا ايضا، يعني اخونا علي طالب مو مقصر في فتره من الفترات، حميد احمد ولا يهونون طبعا، وعلي مندني ايضا في فتره سابقه، اخونا مشعل عسعوسي ايضا من خلال تويتر دائما يتواصل معنا، لكن اليوم متواجد معنا ايضا علم من اعلام التحكيم في الكويت وفي المنطقة العربية وعلى مستوى العالم بالتأكيد، أخونا ناصر العنزي. اللي حاب يشاركنا رقم هواتفنا موجودة على الشاشة، حسابنا في تويتر، انستغرام، موقعنا على اليوتيوب أيضا خاص بقناة الاي تي في، موقعنا الإلكتروني الخاص في البرنامج، كل هذه وسائل التواصل وشبكات التواصل موجودة في حسابنا. أيضا البث المباشر عبر حسابنا في تويتر أيضا موجود، بإمكانكم متابعتنا والمشاركة عبر التعليقات اللي موجودة في حسابنا عبر البث المباشر. نشكر رعاتنا وداعمينا شركة كويت تريد ومطعم التسيم وأخوي محمد النصار، شكرا جزيلا لك، ونبارك لك عيد ميلاد ولدك خالد بالبركة، والكيكة وصلت ديوان أخونا أحمد موسى. والكيكة كيكة أنت ما أكلت منه، ما تأكل حلو أنت، ما تأكل كيكة يعني؟ إيه يا أبو علي. وبالبركة يا أبو علي، والله يبلغك فيهم إن شاء الله وتشوفهم يعني في أعلى المناصب إن شاء الله. أمين. شكر أيضا لمطعم سيام يسطى أخوي سلطان العنزي أبو عمر، شكرا لك. أطياب المرشود أخوي وليد المرشود، عبد اللطيف الأيوب مشكورين، بن العميد أخوي صالح ديشتي، مهند الصباغة مشكورين، ليمون لايم أخوي أبو حسن شكرا جزيلا لك. شكر أيضا لدير أندير أخوي محمد العنجري ومدام شادية مشكورين، معرض بريمير سبورت وكلاجي فوفو زيوس في الكويت أخوي طواري مدلول شكرا جزيلا لك. أيضا قبل لا أبدي خل اشكر اخوي ابو بدر، اهداني يعني هدايا قيمه صراحه لا تقدر بثمن، عاده ترى تستاهل الكتب هذه نادرا ما تلقاها. اهداني قانون كره القدم لهذا الموسم 2019-2020، وايضا اهداني الدليل التحكيمي للاتحاد الاسيوي والتحليل التفسير، نعم تفسير مباشر للحالات التحكيميه. شكرا يا ابو بدر على الاهداء القيم، الله يعافيك. هذا عندنا بالديوانيه عشان تابع علي عمر معنا. لا شوف الكتيب والمفسر مفروض عند كل حكم سواء صغير ولا كبير. هذه والله شوف يعني اخونا علي طالب صراحه لما يجي الاستديو وحميد احمد لما يجون وياهم هذا الكتاب، وانا كنت بقول له عطني اياه. انا حميد كم مره شفته عند النسخه القديمه، بس مالت التفسير ما ادري، هذه ترى مو متوفره بكل مكان، انا متاكد هذه مالت التفسير صح مو موجوده بكل مكان، يمكن الكتيب. تستاهل يا ابو سور والله، ما قصرت. صور عليها ربع. ابو بدر شلونك؟ طيب الله يسلمك، كيف الحال؟ اكيد في الدوحه، يعني انت متواجد في الدوحه، اكيد اخواننا في الدوحه تلقوا خبر مشاركه المنتخبات الثلاث بفرحه، وهذا مو غريب على اهلنا في الدوحه ان يعني ترحيبهم بمشاركه ابناء المنطقه وعيال الخليج، هذا مو غريب عليهم. اول شيء صبحك الله بخير، صبحك الله بالنور يا ابو ابو سالم، يعني الله يسلمك، صديق واخ وزميل الدراسه ايضا، اتشرف اني اكون مع نجم كبير. الله يسلمك سالم، تشرف فيك يا ابو الزميل السابق في الصافره والمهنه، ابو مشارك كابتن صلاح مرزوق الحارس الامين، تشرف يعني
وجاء الوقت المناسب اني اشيد في احمد موسى الكابتن احمد موسى ابو عائشه يعني حكمت طبيعي طبعا وجاره هناك بقطر مرة من 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 الجيل اللي لا يتكرر صراحه في الكره الكويتيه سواء على مستوى النادي او مستوى المنتخب. لاعب بقيمه احمد موسى بنجوميه احمد موسى لما يكلمك في ادب واحترام لان احترم ذاته كنجم فيحترم الشخص اللي قدامه. فانا صراحه يمكن فتره طافت بعيد عن الرياضه في الكويت او اني اتواصل مع القنوات او الى اخره مع ابو عائشه فمن الناس اللي اثروا الساحه الرياضيه بالخلق يعني لاعب متميز نجم ولكن ايضا النجوميه لا تطغى على ايضا الاخلاق فها كان مثال رائع جدا كان يمثل وايد يعني تعرف اللاعب حماس صايده طبعا يعني مرات يطوف علينا ومرات نصيب لكن من الناس اللي انا اعتز فيهم صراحه من الناس الاشخاص اللاعبين النجوم اللي انا حكمتهم. فيما يخص سؤالك وسعود طبعا كاس خليجي 24 بمشاركه منتخب الثمان وانا اقول على الهواء مباشره لا ازيد على كلام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفظه الله ورعاه امير دوله قطر عندما قال اهلا في الجميع في دوحه الجميع. صحيح صحيح بالفعل دوحه الجميع وان شاء الله راح تستقبل الجميع ان شاء الله في نهايه او قبل نهايه هذا الشهر ان شاء الله وسنكون سعداء بالتاكيد بان نلتقي كابناء المنطقه في دوحه الجميع ان شاء الله وهذه تكون البدايه والبادره لعودة إن شاء الله المياه إلى مجاريها ونشوف كل دول الخليج إن شاء الله كما عهدناها دائما واحد أمن وأمان وكل بلد يستقبل أبناء البلد الآخر برحابة صدر. خل نروح حق تقريرنا الخاص بالقرعة ونعرف سادة المشاهدين على نتيجة القرعة أعتقد هي معروفة لكن لا بأس أن نذكرهم من خلال هذا التقرير. شكرا اخوي طالب الشريف بالفعل كلنا مسرورين لهذا التجمع ومسرورين اكثر ان يعني مجموعتنا فيها السعوديه وهذه من اللقاءات اللي ننتظرها دائما الحقيقه مباراه الكويت السعوديه لها مقياس خاص ومعيار خاص وان شاء الله نهزم الاخضر السعودي وهذا بحد ذاته اهم بطوله بالتاكيد لنا من اراوا الحين رد على المنتخب وبعدين وياك هذا بعد ما يخالف بعدين منتخب يعني انت الحين تفكر المنتخب السعودي معاك عمان ومعاك البحرين اول لعبه ما يخالف اهدى شوي اهدى الله يرضى عليك اول لعبه ما تبي الله يرضى عليك السعوديه بعد خلي اللقاء يتم على الاقل ان شاء الله ان شاء الله يتم ان شاء الله. ابو سالم ايش رايك بالقرعه؟ عادله يعني متساويه متكافئه؟ انا اعتقد صار التصنيف عادل نعم حسب شهر التصنيف نعم التصنيف اكيد يعني راح تقع في مجموعه قويه كونك ان انت احنا واليمن اعتقد نفس التصنيف نعم فما راح يكون عندك اليمن على اساس يكون خلينا نقول فريق ممكن انك تفوز عليه لكن القرعه هذه تحضير جيد حق المنتخب. شوف ابو سعود التحضير ما يجي طبعا هي مكمله لكن ما هي اساسيه يعني مو هذه البناء الفريق لكن الأخ ثامر إن شاء الله يكون له فرصة في تجربة لاعبين واختبارهم صح لأن الفرق الحين اللي راح تلعب وياها فرق قوية تقيلة. السعودية نعم عمان البحرين يعني الثلاث فرق هذه ما هي فرق سهلة فبالتالي يعني شيء طبيعي أنك تخسر ما هي مشكلة ما هي نهاية الدنيا لكن أهم شيء بناء الفريق وبناء وأنا أعتقد أنه يعني المنتخب بحاجة إلى وقت طويل صراحة ضيع وقتنا جوزاك ضيع في سنتين أمور تقريبا ضاعت نعم سنتين مو شوية يعني لما تي كابتن سنتين أو سنة ونص هو تم سنة وعقد سنة ونص أعتقد تم سنة فالسنة هذه ضيع علينا كل الأمور هذه والوقت قد يكون يعني ما هو كافي لأي مدرب والاتحاد يعني شارك على فكرة وإحنا ما نبي نظلم بعد بثامر كابتن نعم. ثامر لأن لا حد يتخيل أنه ممكن راح يكون الفريق بطل آسيا ولا بطل الخليج الفريق يحتاج وقت طيب ولو أي مدرب بالوقت هذا مع المجموعة اللاعبين اللي موجودين ما راح يحقق أمنيات الجمهور طيب. الكويتي كون
ان الكويت معروفه لها باع طويل في البطولات. انت سبقت في الحديث عن منتخب الكويت، انا اتكلم عن القرعه بشكل عام ابو سالم، بعدين ان شاء الله راح ناخذ منتخب الكويت والحديث عن منتخب الكويت وحظوظ منتخب الكويت. ابو بدر انا عندي ملاحظه ما ادري اذا انت يعني استفسرت منها من الاخوان، انا لفتت انتباهي الان صراحه او يمكن بعد القرعه مباشره والان تذكرتها. حسب الحساب الرسمي لاتحاد كاس الخليج العربي حاط القرعه، وحسب التصنيف اللي ذكروه الاخوان انه كان الكويت واليمن في التصنيف الاخير. نعم. صح الرابع. فمن خلال هذه القرعه المفترض ان الكويت واليمن يكونون اخر المجموعه يعني المجموعه الاولى والكويت اخر المجموعه الثانيه، فاهم قصدي؟ نعم. لان تصنيف اول ثاني ثالث رابع، ف يعني مو المفترض ان التصنيف الرابع هو اخر اسم. لا مو شرط، بس لما سحبت القرعه كنت متواجدا فيها، المنتخب اللي طالع مثلا اليمن يروح مثلا اي بي مجموعتك مثلا رقم 2 او 3. انا ما هل فهمت بس المفروض يروح المكان الطبيعي اللي هو الخانه رقم 4. هو خانه المفروض 4. ما هو التصنيف الاول الثاني الثالث، انت سحبت ان جيت الاسم الثالث، عرفت ولا لا؟ فهمت قصدي؟ والله لا مو مفهوم، بدر وضح التصنيف. إذا, اذا اذا ما عندك المعلومه لا المعلومه اكيد لا، انا واحد القرعه اقول لك اليوم حضرت القرعه اللي صار الاتي انه هو التصنيف الثالث للفئه الثالثه طبعا حسب اخر 24 اكتوبر مال الاتحاد الدولي. المجموعه لما سحبت طلع اليمن وين يروح؟ يروح المجموعه مثلا اي بي عكس الكويت. انا مو متكلم على اي، انا اقول لك موقعه في المجموعه. هل كان تصنيف الكويت؟ لا ابو سعود، احتمال ابو سعود احتمال افضل من البحرين. بطل البطوله الاخيره عمان. عمان على راس المجموعه، احنا الثالث اكيد شيء طبيعي. ما لها شغل بس وصلت. هو قصده شو يقول؟ ان وصلت اليمن الثالث واحنا الرابع. لا هو قصده انه يعني حاطينهم ثالث مو رابع. عزيز صح كلام عزيز، انه المفروض حتى لو تسوي القرعه هم يجون بالاخير الكويت اليمن. لا مو هذه، لما تسحب البحرين اعلى تصنيف لك السعوديه اعلى تصنيف. لما طلع اليمن مثلا، اليمن لما سحبت البطاقه الثانيه باي مكان باي خانه يكون A1 A2 A3 A4. طبعا A1 هو منتخب بطل مجموعه، بطل مجموعة. فانت لما تسحب القرعه الاوراق المجموعه الثانيه في عندك A2 و A3 و A4، موقعك وين يكون في المجموعه؟ بس هذا عين مو على التصنيف. عين بلع التصنيف يا ابو سعود، انه شوف تصنيف اليمن والكويت واحد. بس انا اعرف قصدك انه ليش اليمن ثلاثه والكويت الرابع، صح ولا لا؟ لا الكويت ثلاثه واليمن ثلاثه. اي كلهم كذي، الكويت واليمن ثلاثه. ما هو راح المجموعه راح بالاولى انسحبت وين؟ راح قطر، والثانيه انسحبت وين راح؟ راح الامارات، والثالث وين انسحب؟ المجموعه نفس الشيء، هو يروح الورقه الثانيه اللي هي موقعك في المجموعه. بس بدر موقعك في المجموعه. انت لما تسحب، انت لما تسحب مثل التصنيف الرابع اللي هم اليمن والكويت راح تسحب واحده، والطرف الثاني راح يكون بخانه ثانيه، بس انت وانت تسحب عارف ان هذين راح يكونون في التصنيف الاخير، في الرابع، في المستوى الرابع. مع التصنيف الثالث اللي هو الفريقين الموجودين اللي تسحب كذي. هذا قصدي عزيز. انا هذا قصدي، لان كنا متوقعين الكويت راح يلعب كمجموعه ثانيه، يلعب مع عمان بدايته مو السعوديه. والله شوف هذا الامر عند الاخوان في اللجنه المنظمه. حسب التصنيف يمكن لازم نلعب مع عمان، كان هو بطل، هو بطل واحنا الرابع. ما ادري عاد. عموما خلينا ننتقل لنقطه اخرى، هي مجرد ملاحظه. عندي مداخله على الموضوع. تفضل. احنا اليوم كاس الخليج هو مو بطوله رسميه، بس هذا كلامهم هم. فانا ادري كلام اللجنه المنظمه ان القرعه حسب التصنيف. اي بس انا اقصد اليوم انت كبطوله، هي مو بطوله رسميه، هي مو بطوله لا معترف فيها دوليا ولا هي رسميه. فيفترض اليوم ان القرعه ما تصير على التصنيف. هم اعلنوا خلاص. الحين احنا قاعد نتكلم، ادري بس انا اقول يفترض انت اليوم يفترض انت فيها ظلم، يعني ان هذه القرعه فيها ظلم، يعني انت اليوم قاعد تظلم فرق على حساب فرق. لا التصنيف بالعكس نظم لك العمليه على فكره، التصنيف ينظم لك العمليه. ليش؟ يمكن الكويت واليمن يطيحون مع بعض. لا ما يصير. انت كذي تظلم الفرق. ما اظلم انا يا ابو سالم، البطوله دوليه بس استفيد من التصنيف. بس راح تخلي مجموعه يعني تصنيفاتهم الاخيره. شو المشكله ان كل الدول يكونوا مع بعض ويصير القرعه شامله حق كل الدول؟ بما ان البطوله غير معترف فيها دوليا، فانت اليوم لازم تلغي عمليه التصنيف هاي، لان انت اوريدي البطوله مو معترف فيها من قبل الفيفا ولا من قبل الاتحاد السعودي. لا مو معترف فيها ترى، حسب. لا مو معترف فيها بطوله وديه. بالعكس انت تستفيد من القوانين. بالعكس انا موجوده انا من حقي، يمكن اطيح من مجموعه، يمكن اطيح من مجموعه اضعف اللي انا فيها. ابو موسى
دائما اللي يسوي اللي صاحب الارض ولا صاحب تنظيم البطوله يبي البطوله تظهر باحسن شيء. صحيح. علشان كذي هم يبون في مستوى يبون مستوى. صحيح. يعني لا يمكن انا احط لك مجموعه يكون فيها اكثر من ضعيف ومجموعه كلها قويه. هذا الظلم اللي انت تتكلم عنه. صحيح صحيح. الظلم انه يعني بالعكس انا اشوف التصنيف قمه العداله والانصاف. صحيح. صحيح. لان توزيع الظلم على الناس قمه العدل. صحيح. اكتبها عندك. عموما احنا بنريح شويه. خلي اشكر اخوي العزيز الفنان شهاب حاجيه زودني بالاغنيه الرسميه الخاصه في بطوله خليجي 24 حسب معلومه اخوي ابو عزيز هو اللي زودني فيها. هل هي الأغنية الرسمية؟ هل هي لا؟ ما أدري صراحة. هي مسربها هو؟ هو معطيني إياها والله. مسربها. ها الإخوان يقولون صحيح إن هي ونازلة في الموقع الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي. نازلة في موقع اتحاد كأس الخليج وأيضا نازلة في موقع اتحاد القطري لكرة القدم. نعم. واشكر ابو عبد العزيز بس يا ابو عبد العزيز انا نزلتها اول واحد قبلك. لا. لا لا بس نازلة في حسابي. بس ابو عزوز اعتقد ماسك لجنة الترفيه بالكويت. عدل؟ لا لا ما اعطوه. لا ما انسلوها اللجنه. لا افا. فنروح نشوف جزء من هالاغنيه الجميله لخليجي اغنيه خليجي 24 بعد السنة. مشكورين طبعا اللجنه المنظمه. كان ودي اعرف يعني كلمات منو والحان منو عشان هم يعني نذكره وهذا حق ادبي يعني لابد ان نذكر الاسماء اللي ساهمت في هذه الاغنيه. لكن ان شاء الله يعني لما توصل لنا المعلومه من الاخوان الزملاء ان شاء الله في الدوحه راح نذكر الأسماء. قبل لا انتقل حق الإخوان أيضا وحظوظ منتخبنا خلي اتطرق لنقطة وأناشد فيها الأخ العزيز يوسف الصقر. وأنا أدري أخونا فيصل ولده الله يحفظه يتابعنا وإن شاء الله يوصل له الملاحظة. في عتب من بعض الإخوان اللي حابين يحجزون ويروحون حق بعد ما صدر الجدول الآن إن رحلات الخطوط الجوية الكويتية للدوحة جدولها مو مضبوط أو ما يتوالم مع المباريات. انا ناشد الاخ يوسف الصقر مو الاخ هو استاذي صراحه رجل اعلامي وقدير واستاذنا وهو رئيس مجلس اداره الخطوط الجويه الكويتيه انه يرتب هذا الامر. الاخوان ايضا ودهم تكون في باكجات رحلات تشمل مثلا الفندق مع عروض بالضبط عروض تخص فرصه لهم فرصه نعم ينشط نعم الشغل عنده. صحيح. فهذه دعوه لاستاذنا الكبير يوسف الصقر وادري ان ايضا اخونا الكابتن جابر المري ايضا عضو اللجنه الاولمبيه الكويتيه وهو ايضا طيار في خطوط الجويه الكويتيه ورجل رياضي فاتمنى ايضا يوصل له الملاحظه ويكون في يعني مثل ما قال الاخوان عروض تسهيل الامور ترتيبات سواء مع الاخوان في الخطوط الجويه القطريه والاخوان مع اللجنه المنظمه للبطوله. انتقل لي حظوظ منتخبنا. ابو بدر شلون شايف حظوظ منتخب الكويت في هذه البطوله؟ شوف ابو سعود منتخب الكويت امامه ثلاث اشياء مهمه جدا. تصفيه المزدوجه كاس العالم. صحيح. و2023 كاس اسيا اللي في الصين و2022 في قطر والان كاس الخليج على الابواب. المفروض هناك تارجت الاتحاد حاط خطه انا اضحي في كاس الخليج ابني منتخب لانافس للتصدر المجموعه او اللعب افضل ثاني لتصفيه النهائي كاس العالم. نعم. ما يصير تطالب كاس الخليج وكاس توصل كاس العالم تصفيات النهائيه وكاس امم اسيا، هذا شيء مستحيل في منتخب في هذه الظروف. مدرب عندك مدرب مؤقت، مدرب اعطيته فرصه سنه كامله بالاختيار عشان الشارع الرياضي يكون في الصوره. انا كاتحاد عندي تارجت مهم، رقم واحد عندي كاس العالم، رقم اثنين عندي كاس اسيا. كاس الخليج اقدم العروض المشرفه للمنتخب، ابني الشخصيه للمنتخب يساعدني في المنافسة ما تبقى من جولات في كأس التصفيات المزدوجة. لكن تضغط على المنتخب مثلا إذا لعبنا مع السعودية فزنا وتعادلنا مباراة يمكن نصعد قبل النهائي فيكون الطموح أكبر. لا نبي البطولة نبي قبل النهائي. لا المفروض من الآن اللاعبين يعرفون المدرب يعرف أني أنا أقدم عروض تساعدني لتكملة مشوار في تصفيات المزدوجة. يعني توصل رسالة قصدك أن نوصل رسالة أو الاتحاد يوصل رسالة أن قاعد نعد فريق لا تطلبون ببطولة عشان لا يصير ضغوطات على الجانب. كلكم لاعبين أبو موسى أبو سالم أبو بشاري. شوف الأندية خلينا نروح مستوى الأندية. الدوري الإنجليزي الناس متفرق للدوري بطل الدوري الإنجليزي والشامبيونز ليج الكؤوس الكارلين كاب والكأس إنجلترا تلعب بالصف الثاني. الطموح الأول هي الدوري والمنافسة على مقاعد المؤهل لكاس للشامبيون صح ولا لا؟ نعم صحيح. فالكاس الصف الثاني اطلع فريق
هذا المفروض انا عندي ثلاث بطولات، هل منتخب الكويت في هذه الظروف تغيير المدرب وعبر الهواء على الهواء مباشره اهني اخوي بعد بثامر عناد الكابتن القدير تكمله المشوار بروح وطنيه ما يخالف، لكن لا احد يضغط على ثامر يطالبه في 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 شيء اكبر من يعني ما في هدف واضح. المفروض الان الرؤيه تكون واضحه، يا ثامر يا ابو عبي احنا نبي نقدم عروض ممتازه نكون شخصيه للمنتخب في هذه البطوله. طيب فقط. طيب وسالم تأيد كلام ابو بدر؟ والله شوف انا اتفق معاه انه يكون في تارجت في اهداف معينه. لا خلي ترى هو إيه؟ انا اتفق معه من البدايه لا تطالبون الكويت بكاس الخليج. انا اتفق معاه قاعد اقول لك لا انه في في لكن انا ما يكون عندي الهدف كاس العالم. اذا صار عندي هدف كاس العالم انا قاعد للاسف قاعد اضحك على الجمهور. انا هدفي الان وصولي كاس اسيا وصولي كاس اسيا واحاول اني اوصل الى دور ال16 او الثمانية او يعني اتخطى الدور الاول، لكن ما يصير انا اليوم اطالب اني اوصل كاس العالم. كاس العالم يبي لها اعداد يا جماعه، كاس العالم يبي لها وقت. الفريق الان يعني لما تشوف الفريق مثل ما قلنا قبل شوي سنه ضاعت من الفريق على كلام فاضي. الآن الأخ بوعذبي وأنا أقول لك يعني مشكلة المنتخب ما هي مشكلة مدرب، بوعذبي ممكن يمشي مع الفريق، لكن المشكلة الأكبر هي ما في أهداف معينة، ما عندنا تطلعات. شنو اللي نسوي؟ دائما نفكر بباكر وننسى. طيب إن عقب سنة إيش راح نسوي؟ هذه طيب مشكلتنا الأساسية. بو مشاري شلون شايف حظوظ منتخب الكويت؟ شوف أنت عندك الأهم والمهم، انت حاليا بدورة الخليج، انت حاليا محتاج الى مباريات ودية بحيث انك تشوف لاعبينك الشباب والموجودين. هذه الحين بطولة جت لك بطبق من ذهب، هي مو مباراة ودية، هذه افضل تستفيد منها الفريق يستفيد منها لانها مباراة تنافسية حقيقية. فهذا محك رئيسي عنده ثلاث مباريات، انا وجهة نظري ثلاث مباريات هذا محك رئيسي على اساس تشوف الفريق قدامك وتشرك الصف الثاني. ضروري فرصة حق الصف الثاني انه يشارك كل لعبة ثلاث لاعبين، لان انا واحد من الناس اشوف قاب كبير بيننا وبين الثلاث فرق، لاني انا واعتقد كلامي صح ان المنتخب ما راح يقدر يلعب كل يوم وريح 48 ساعة. منتخبنا صعب ان تقول لي 11 لاعب يلعب يريح 48 ساعة ويلعب بعدها. عندنا احنا عدد فوق الثلاثين، كم لاعب فوق الثلاثين، وهذا ما يعطيك استشفاء 48 ساعة ويلعب اللي فوق الثلاثين بالفريق. فأنت أتوقع كل التشكيلة اللي راح تأخذه بالـ23 أتوقع راح تشرك بالثلاث مباريات مو أقل من 19 لاعب راح يشاركون معاك بالثلاث مباريات. طيب بو عايشة والله شوف يمكن كلام بدر يعني كلام سليم، إن اليوم لازم لو كلام سالم يعني اليوم لازم يكون في عندك هدف، أنت لازم تبين حق الجمهور. يعني لازم إحنا ما نكون إحنا دائما عندنا اللي هي بلان بي، يعني دائما نطلع ونقامضه. وصلنا فاز فريقي والله احنا هدفنا البطوله، ما فاز فريق لا والله احنا هدفنا الاعداد. لا انت من البدايه توضح حق الناس تبوا احنا اعدادنا حق كاساسي مثل ما قال ابو سالم على كلام ابو مشاري. يعني انت يوم ابو مشاري اذا احنا بنعد فريق وتبي تلعب صف ثاني انت ما سويت اعداد. لا قصدي ثلاث لاعبين اربع لاعبين معاك انت هي نفس الشيء. انت اليوم احنا على واحد من الناس لانه صعب. انا وجهه نظري صعب اللاعب اللي عمره فوق الثلاثين راح يلعب براحه استشفاء 48 ساعه ثلاث مباريات ما في راحه. شوف يعني يمكن احنا انا اتعلم منكم يعني، بس اليوم يعني عالم كره القدم ما في فريق او منتخب يلعب 17 18 ساعة. هي دائما 12 13 14 لاعب بالكثير. ويمكن هذا مكاوب لا هو كلامه يقول اتكلم عن البطوله سبب ان عدد اللاعبين راح يزيد لان لا ما صعب انه يلعبون مباراتين ورا بعض بالملعب في ظرف. اقرب دليل ابو عاشر مقطع كلامك مقطع اقرب دليل توك لاعب مع نيبال خسرت لاعبين توك اصابات اي مو هذه مو هذه اشياء انت ما تدري هذه اصابه بس مع الصين ما يخالف بالملعب بالملعب ما تدري فانت احنا نتكلم انت لازم الفريق كله مؤهل انه يلعب. طيب عن السن يعني انت اليوم تقدر انت مثلا بدر خلينا نقول بدر اللي فوق الثلاثين هي اخر ثلث ساعه تبدل الفريق ماشي ممكن انت تعطي راحه ثلث ساعه يعني في امور. لكن اليوم تلعب لي 19 18 لاعب وانت بعدها عندك تصفيات حتى المدرب ما يقدر ما راح يقدر يوقف على تشكيله اساسيه. طيب
أبروح للفاصل، بس قبل الفاصل احنا عملنا مسابقة قبل يومين، توقع نتيجة مباراة الكويت وصين تايبي، وفاز في المسابقة أخونا سلمان حسن بارون، كان الوحيد، الشخص الوحيد اللي توقع 9-0 صراحة. ما شاء الله 9 ويتبعا، اي والله وين هذا. فأتمنى من أخوي سلمان، جائزتك موجودة في الاستقبال باسمك، اتمنى تزورنا في جائزتين يستاهل. في الجائزه من مطعم بابك مفروض ناخذك مكان الاخطبوط، هذا نوديك قطر هناك تقول النتائج، وهذا ما شاء الله عليك عملك بارده. اتمنى تزورنا في العرضيه الصناعيه، معروف موقع قناه الاي تي في، وان شاء الله جائزتك موجوده في الاستقبال. وانا اكرر مره اخرى يا اخوان، ترى يعني بلغون الاخوان لازم كل رسالتين على الخاص في حساب البرنامج، انا ما اشوفه الا يمكن اثناء البرنامج، بس خل اوضح حق الاخوان، ترى انا دائما اعلن عن الفايز في البرنامج، واعلنت عن اسمك ترى يا اخوي سلمان يوم المباراه، بس الظاهر انتم ما تتابعونا وتبون تدزون على الخاص وتبون هاي صار على المسابقه وايش ما يصير، ما دام شاركت راح تعرف النتيجه من خلال البرنامج، والقرعه الفايز راح نقولها من خلال البرنامج ونقول وين تستلم الجائزه. فاتمنى اللي شارك معنا المسابقه يتابعنا هالساعه ونص، وراح يشوف اللي واللي ما يتابعنا راح تروح على الجائزه. مخرجنا يقول نروح لفاصل وبعدها سنحمد. حياكم الله ويانا، انا اعتذر بس من انا ذكرت اسم الدكتور جابر المري والكابتن علي المري عضو اللجنه الاولمبيه الكويتيه والكابتن الطيار في الخطوط الجويه الكويتيه، عذرا من الدكتور وعذرا من الكابتن علي المري. كان لاعب الفحيل قبل؟ لا ما ادري والله، كان لاعب ما ادري صراحه. الكابتن اعرف انه عضو اللجنه الاولمبيه. عموما خل نتطرق الى نقطه، من اكثر لاعب كويتي فاز ببطولات الخليج؟ اعتقد فيصل الدخيل. والله فيصل شارك بالرابعه، بدايه بالرابعه، شوف الرابعه والخامسه موجود والسادسه موجود، السابعه لا، الثامنه موجود، الثامنه موجود، الثامنه اربع، والتاسعه موجود، اربع والتاسعه موجود، خمس شارك خذ بطولات هذا والله ما ادري، ما ادري صراحه، ما ادري صعب سؤال صعب، واحد ما قدرت فيها عندك والله معلومه. تحكمت في كاس الخليج مرتين، 19 20 في عمان وفي اليمن. اي هو احلى بالنسبه لك؟ طبعا اليمن. ايش معنى؟ انا اقول لك لما يكون هناك شخص بحجم الكابتن الكبير القدير جمال الغندور، نعم، شخص متخصص حكم دولي قدير، نعم، على مستوى العالم مستوى افريقيا، نعم، وشال البطوله بروحه، كان هو بس الوحيد عضو لجنه، نعم، الكل اعتذر كظروف سياسيه في اليمن وغيره، الوضع صح، لا بعدين ما في حكم اجانب، حكم ياباني، واستعان في طاقمين من مصر، فكان ما يعرف البطولة. أقول كلام وممكن يسمع ويصل الكلام، ما يعرف البطولة إلا فريد علي الله يمسيه بالخير أبو نواف، يعرفني أنا شخصيا، فقال لي أنتم تديرون البطولة، بطولتكم تديرونها، فأعطاني الثقة من أول يوم قدمت الاختبار، وأنا وأخوي الكابتن المساعد الدولي القدير ياسر مراد، نعم، قدمنا يوم الافتتاح، اليوم الثاني أنا حكم البحرين وعمان، ما شاء الله، يعني ما ارتحت 24 ساعه. بس كنا في مباراه سوت بلبله صح؟ لا هذه 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 19، انا انا حكمت واحده اللي هي عمان والبحرين 1-1، نزل بالملعب، واليوم الثاني في الاجتماع وكل الحكام موجودين، نعم، واقول لك في الاسماء اللي موجودين، كابتن الكبير فريد علي والكابتن الكبير ياسر مراد، واقول لك في الاسم كابتن جمال الغندور. يومها في مساعد بدون ذكر اسم من مملكه البحرين، لعبتنا مع قطر، اخطا في هدف تسلل الغي حق قطر وهدف صحيح، نعم، انتهت مباراه 1-0 لنا، والهدف الالغي هدف صحيح، فطبعا خطا تحكيمي كبير، فلما حكمت عمان والافتتاح المجموعه الثانيه والبحرين، قال بالحرف الواحد بقوله حصري في برنامج جاري، بقول لك برنامجك الله، قال اللي يسوي اقل من ناصر راح يمشي، ما شاء الله، فالحمد لله اديت مباراه جدا ممتازه، الحمد لله، والله يمسيه بالخير سعاده الشيخ احمد الفهد، كان حضر شبه يومي عند المنتخب، فصار لعبه الكويت مع العراق، نعم، فقال يا ناصر تاخذ شنط ملوتك
تجي الملعب كان الشيخ احمد يرجع بعد المباراه طياره خاصه مسي عليه الخير ابو فهد والله يجزاه خير. فقال لي اذا فاز الكويت تمشي واذا خسر الكويت انت تدير النهائي. فالحمد لله فاز المنتخب وانا قدرت واحرز البطوله. الاهم ان منتخب الكويت فاز بالبطوله. فلما يكون عندك شخص ذو قيمه انا عندي قهوه سعود ذو قيمه كبيره مثل كابتن جمال الغندور اعطاك قيمتك اعطاك كحكم فرق البطوله 19 اللي كان في 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 في, في عمان ذكرياتي طبعا جدا انا اتشرف في البطوله. لكن مع كل الحب والتقدير والاحترام تجيب لي حكم مسؤول صالات عن مسؤول حكام دوليين هذا عيب. كان كان من عن طريق الاتحاد العربي حكم صالاتي يقيم حكام ساحه الجوله الاولى ما اعطاني اعطى حكام انا اقدم منهم الجوله الثانيه انا قلت خلاص الجوله الثالثه ما اعطاني ولا مباراه فاعطاني اليمن وقطر تحصيل حاصل بالنسبه لهم. فالمباراتين كان في يوم واحد. اذا تعادلوا السعوديه والامارات لازم يفوز قطر على اليمن 3-0 عشان يصعد يطيح يا السعوديه يا الامارات. فالمباراه 1-1 واخر ربع ساعه فجت نتيجه ان السعوديه فايزين 3-0 والمباراه 1-1 في هذه الحاله. فقطر كان يبون هدف عشان يتاهلون. اللاعبين اليمنيين مع الاسف كانوا منرفزين يعني لا يعني من حقهم يلعبون لا منرفزين وبعدين انه موت اللعب. فالفريق الاخر يقول يا كابتن الوقت قلت وقت عندي انا مباراه 1-1 فصار في لمسه كره متعمد خارج منطقه الجزاء صفرت ركله حره مباشره. يمكن طلعت الكلام مني يا ابو سعود بعد 10 سنين لكن نقوله. طبعا العذر في اشياء ما اقدر اقولها في اشياء انا احتراما للذوق العام اقدر اقولها. فحسبت الركله حره مباشره خارج منطقه الجزاء لمسه كره متعمد في اليد على اللاعب اليمني. فكلام بذيء صدر منه اعطيته كرت الاحمر اللاعب اليمني اللاعب اليمني نعم. فرقم 2 فرقم 5 ايضا كرر نفس الكلام. طبعا الشتيمة محشوم اللي يسمع وال في التلفزيون او الموجود في الاستديو ما اقدر اقول الشتيمة يمكن ما سمعتها في هوشه او في خناقه برا. لكن ايضا هذا سلوك مشي من اللاعب تجاهي انا طردت اللاعب الثاني. فانا اعطيت 7 دقائق وعلى ساعتي 7 دقائق و32 ثانية فما اقدر اجبر 30 ثانيه اقول 8 دقائق اعطيت 7 دقائق. فدقيقه 96 لمس الكره في اليد علقها مجدي صديق لاعب منتخب قطر وتاهلوا. فبعد المباراه ايضا شتمني 2 من اللاعبين ايضا كرت احمر. فلذلك لما منتخب اليمن في خليج 19 والبطوله اللي جاي في 20 صار في تحدي مع النفس. صحيح انا وعدت اخواني اني ما اروح وتفاجئوا فيني اني في اليمن موجود والحمد لله. هذا الامانه الشعب اليمني شعب مضياف طيب جدا. صحيح واذكر كان معاي رحنا صلينا الجمعه كان معاي كابتن علي النونو وفريد علي واعتذر مني علي النونو قال اللي صار غلط واحنا ما نرضى فيه ومشكور وما قصرت. فلذلك الشعب اليمني اللاعب اليمني للاسف في ناس ما عاشت الوضع في اليمن. كنا في عدن صراحه عدن جنه نعم وكان الشعب مضياف والامانه يعني كان بطوله بالنسبه لي من احسن البطولات بعد الله ثم دعم الكابتن الكبير جمال الغندور. نعم وسام شاركت بكم كاس خليج؟ بطولتين الثامنه والعاشره. طبعا العاشره احلى طبعا اكيد طبعا ثامنة ما يمديك تلعب يعني صراحة حقيقة في نجوم كبار صراحة يعني فيصل الدخيل أنا ما بينسى أحد يعني عزيز نعم حزير. كانت أسماء التاسعة ليش ما شاركت فيها بصراحة. التاسعة كنت معاهم لآخر يوم بعدين أنا ويوسف السويد أذكر وعبيد الشمري استبعدونا آخر يوم يعني تصفية. لكن بالنسبة لي أنا أشوف أنه حتى اللي راح يستحق يعني دائما في ناس تستحق ان تكون في ممكن بموسى واحد يكون احتياطك لكن بالوقت نفسه يكون افضل منك مستوى ما هو ثابت. صحيح. يعني مو انت احمد موسى وانا راشد خلاص انت افضل مني على طول لا في وقت دائما احنا نقول المدرب يعني تسال المدرب تقول ليش ما لعبت احمد موسى يقول لك انا عندي صلاح افضل منه ابو مشاري افضل منه جاهزيه مو بس الجهوزيه حتى الاداء نعم. كاداء نعم. داخل الملعب نعم. فانا يعني اتشرف يعني نعم. حقيقه الاخوان اللي راحوا كلهم يستحقون والحمد لله يعني انا بالنسبه لي شاركت ثنتين خذينا الثنتين الثامنه والعاشره احنا بناخذ اتصالات بس
بشكل سريع ابو مشاري، انت شاركت في كاس خليج؟ لا متابع ورا التلفزيون بس. بس متابع احسن واحد. وعايشه اي بطوله؟ 13 و16 بالكويت يعني قبل عفوا اللي بالسعوديه قبل ما اروح تدرت. بس انت لعبت ضد السعوديه صح؟ نعم صحيح. لها بيك مبدا طبعا كانت هي بعمان طبعا واللي هي كاس الخليج اللي اي لاعب اللي ما لعب كاس الخليج صراحه كنا ما لعب كره يعني من افضل واروع البطولات في النظام القديم وما زلت انا عند رايي في النظام القديم الدوري نظام الدوري افضل يسوونها دوري اي طبعا بس انا اقصد يعني اللي ما شارك بالنظام القديم ما يحس بحلاوتها كجماهيريه كاعلاميه كلاعبين كتجمع يوم ما كنا فازوا على السعوديه صح لا فزنا 1-0 حمد صالح اي حمد صالح في كابتن الا تنسوي وانت دخلت يمكن باخر دقائق لا 20 دقيقه لعبت 20 تقريبا 20-25 عشان تضيع الوقت هذا اللي قال لي يا ما شاء الله والله صح والله صح قال لي خذ الكره ورقص وطوف وخلي الكره عندك هذا اللي قال لي صح انت شكت بالضيف بقول شغله يعني ما ادري شلون طافت علينا كلنا بس انتبهت بعدين ابو سالم قال كلمه يعني ما تمر مرور الكرام اللي استبعد راشد بديح يوسف سويد وعبيد نعم كل هذه نجوم صحيح. من اللي قاعد من الموجود شوف الاسماء اللي استبعدت من نجوم موجوده صحيح سالم ولا يعني يستحق النجوميه عبيد وسويد من اللي قاعد الان تقول حق واحد ما تلعب مستعمل منتخب قامت الدنيا وشاف نفسه ميسي وشاف نفسه لا ابو بدر شوف ترى الواحد لازم يكون صادق مع نفسه قبل لا يكون صادق مع الاخرين ترى في ناس تكون افضل منك فانت لا تقول لا والله المدرب يحبه والله المشرف يحبه راعي الباص يحبه ايش عليك من السوالف هذا اللي ذبحنا احنا هذا الكرة. انت يبقى لاعب كره ممكن تكون في وقت افضل مني وبيك وقت انا اكون افضل منك اذا اجتهد داخل الملعب طيب. لكن هذا الكلام دائما اللاعب يبرر يعطيك تبريرات انا لعبت ليش والله متعور لا والله المدرب مو زين وياي ما يسلم صحيح. علي ما يحب اخذ بعض الاتصالات هاتفية ابدا مع اخونا العزيز محلل التحكيم والحكم ايضا دولي السابق حميد احمد حياك الله يا كابتن مساك الله بالخير هلا بالسعود صباح الخير يا حياك الله وعلى الاخوان الموجودين حياك الله بالسعود فقط للمعلومه نعم ارد على احمد موسى حسب موقع الاتحاد الدولي وسعود نعم. تم الاعتراف ببطوله كاس الخليج العربي من البطوله السابقه التي اقيمت في دوله الكويت صحيح. ضمن اجنده الاتحاد الدولي كمباريات وديه دوليه أي يعني تعتبر نتائجها كنتائج المباريات الدولية وأيضا تدخل في تصنيف فيفا الشهري فقط المعلومة خبصة نعم مشكور يا كابتن حميد مشكور وبدر ترى بعد ما شو صاير ترى بطولة الخليج احنا أكثر ناس ماخذينها لا تقول عنها ودية لا قبل غير الحين غير لا صحيح احنا من ترى من السابق هي كانت معترف فيها كاعتراف خلينا نقول من ضمن المباريات اللي الحكام فيها دوليين تتبع النظام الخاص في الاتحاد الدولي لكن ما كانت تدخل ضمن التصنيف ان لما نتائجها ما تدخل ضمن التصنيف حسب المعلومات اللي وصلت في خليجي 23 لما كانت بالكويت قالوا ان نتائجها راح تكون ضمن التصنيف وميزه حق اللاعب ينحسب برصيده مباريات دوليه نعم. وينحسب برصيده فهي نعم. ميزه نعم مشعل صبحك الله بالخير صبحك الله ابو سعيد يا حياك الله صبح عليك عمر الكرام كابتن راشد الزيح حياك الله وفتاوي النبيل يا حبيبي يا عزيز القلب الله يسلمك الكابتن صلاح مرزوق واحمد موسى والحكم الدولي العزيز يا حياك الله وسعيد لما اشوف راس الخيط والله بالقلب يعني مو حسره بالقلب غصه كبيره سلامتك يعني اي الله يسلمك رياضه الكويتيه ليه وين؟ انا ما بتكلم عن القرعه بتكلم قبلها عن بدايه بودكاست الخليج للكويت العيد اول ثلاث بطولات خلاهم الكويت الصوره الرابعه دول مجلس التعاون قالوا بدي منافس الكويت دخلوا المنتخب العراقي الشقيق والكويت خلاها بعد الحين معقوله تصنيفنا مع اليمن الاخير يا اخي هذه رساله المسؤولين وين بتودونا جد وين بتودونا قامت حتى القنوات الكويتيه تسولف عن مباريات الدوري السعودي وغيره مع احترام لهم لانهم الحين افضل دوري يستاهلون نعم يا اخي في السابق محمود سلطان الاسطوره حارس البحرين هو حارس في مباراة الدوري البحريني حاط وراه راضي يسمع مباراة مكة والعرب شافوه متحمس قال ايش فيك قاعد اسمعك وحط كوب هذه الرياضة الكويتية في السابق الحين ودونا نعم ليش؟ ليش الدمار هذا؟ اتفاق
تفائل بالخير يا اخوي مشعل، ان شاء الله يعني نتائج طيبه تكون وطفره الرياضه ان شاء الله. وخبر يمكن للتو ايضا اليوم تم اعلان عنه ان الكويت راح تستضيف دوره الالعاب الخليجيه القادمه في شهر ابريل 2020، وهذه من البطولات بالتاكيد الكبيره اللي يعني الكويت بدات تعود لاستضافه مثل هذه الاحداث الكبيره ان شاء الله. اخوي جاسم صبحك الله بالخير. هلا صباح الخير. صبحك الله بالنور يا اخوي. هلا ابو سعود شلونك؟ طيب. اصبح عليك واصبح على ضيوفك الكرام المحترمين. حياك الله. الله يخليك، بس بغيت اكلم الحكم الكبير ناصر عنزي جزاك الله خير. حياك الله. هلا استاذ. في مشكله بينه وبين عبد الله وبران، لان في صار تراشق اعلامي عبد الله وبران بقناه اماراتيه وانت بقناه قطريه. مره شفت باليوتيوب بس شو اسمه في كلام صار، ما ادري والله يعني ما ادري بترد على عبد الله وبران ولا بترد على القناه الاماراتيه. جزاك الله خير يا كابتن ناصر، لو تجاوبنا على هالسؤال. مشكور. لا والله يا اخوي، يا اخوي جاسم، انا كابتن الكبير عبد الله وبران ما تعرضت له لا بخير ولا بغيره ولا ولا نهائيا، ولا يمكن عبد الله وبران يمكن صار يكتب 15 سنه ما شفته. ولا كسور في اخوي العزيز ما سمعنا صراحه. وانا اتشرف اني حكمت لثعلب الكره الكويتيه، يعني نجم كبير اخوي عبد الله وبران، لا تعرضت لا من قريب ولا من بعيد ولا في اليوتيوب ولا في تويتر ولا انستغرام ولا اي لاعب. طيب لا عبد الله ولا غيره، تشرف يا عبد الله، لكن الحمد لله ما تعرضت اي احد. طيب خل نروح حق يعني اجرينا بعض اللقاءات السريعه مع بعض المسؤولين بعض الجماهير حول قرعة خليجي 24 ورايهم في هذه القرعة، نشوفها مع بعض. اشوفها قرعة عادلة ومتكافئة تقريبا ما بين المجموعتين، يعني سواء كنا هني ولا كنا هني بنلعب بكل الحالتين. الأهم بالنسبة لبطولة خليجي 24 انا اعتقد نجحت قبل بدايتها بلم شمل الرياضيين الخليجيين، ونتمنى التوفيق لجميع الفرق، وإن شاء الله يعني يكون منتخبنا جاهز لهذه البطولة. والله مجموعة أنا أعتبرها ما هي سهلة، موجود معانا عمان، موجود البحرين، مجموعة ما هي سهلة، لكن أنا عندي ثقة بالرجال اليوم، أنتم شايفينهم داخل الملعب، عندي ثقة فيهم. دائما الفنيلة الزرقاء لها هيبة أخرى داخل الملعب. هي مجموعة صعبة بس إن شاء الله رجال الأزرق قدم وهم عودين على الانتصارات وإن شاء الله قدها إن شاء الله. مجموعة منتخب الكويت مجموعة نارية يعني، وإن شاء الله يحقق شيء منتخب الكويت إن شاء الله. منتخب الكويتي عمره ما نظر حق القرعة، هذا منتخب الكويت يعني هو تقريبا نقول زعيم الخليج، هو اللي كان يعني متسيد ولا زال متسيد البطولات. أنت تيجي تقول اليوم أطيح مع أيا كان، ما يهمني أنا الاسم، أنا الزيرق. القرعة أول ما شفتها تخوف بعض الأشياء، بس إن شاء الله بإذن الله الأزرق قدها وقدود. رأيك بمجموعة منتخب الكويت؟ ما يهمني، إحنا زعيم الخليج، إحنا الأكثر تحقيق البطولة، إحنا عندنا 10 من 21. شكرا طبعا اللي يبدأ رأيهم في هذه القرعة. أبو بدر خل نبقى في أجواء أيضا البطولة. اختيار الحكام، ويمكن احنا اضطررنا قبل فترة ابتسم بالفعل لأنه خبر مفرح، يمكن أول مرة في تاريخ بطولات الخليج حكمين ساحة كويتيين، حكمين أيضا مساعدين من الكويت. يعني هذه الأفضلية هل ستتغير الآن مع انضمام ما أدري، يعني هل درستوا هذا الموضوع الآن؟ اعتقد من المفترض ان يكون في حكام سعوديين واماراتيين وبحرينيين، هل سيتم على حساب حكامنا؟ شنو الاليه؟ لا ابدا. اول شيء خلينا نقول اثبت كلام في برنامجك عبد العزيز. تفضل. بعد الله سبحانه وتعالى، شوف اي شخص يمثل الكويت برا ما له فضل على الكويت. نعم. انا ولا غيري. سياسي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، ما حد له فضل على الكويت. نعم. الكويت متفضل على الجميع. سواء مواطن أو غيره، فلما تمثل بلدك التمثيل الأمثل تحاول قدر استطاعتك أنك تجيب كذا مقعد خاصة في البطولات حق اتحادك أو حق بلدك، والمنظومة تعمل تحتها هو الاتحاد، اتحاد الكويتي. أنا الموضوع اللي صار ما أحب أتكلم فيه لأنها ما لي فضل عليه، كوني عنصر أو عضو في لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج.
لأول مرة في التاريخ. نعم وهذا يثبت التاريخ يقول صح. ويحسب لك لا يحسب لحسب لا لا احنا نقولها انت ما يعني ما تشيد في نفسك وهذا امر طبيعي، لكن احنا اشدنا بوجودك وايضا يعني لك دور كان في هذا الموضوع وشكرناك صراحة. مشكور على اطراك يا ابو سعود، ولكن المفروض اتحاسب اذا قصرت لك، اذا سويت الشيء ما لي فضل عليه. نعم. عشان ننتهي من هذه الجزئية، انه لاول مرة في التاريخ من 1970 لغاية 2019 لاول مرة حكام ساحة 2 من الكويت كابتن علي محمود والكابتن أحمد العلي، حكام مساعدين كابتن عباس غلوم والكابتن حمود السهلي. طبعا آلية الاختيار الأسماء موجودة وخالصة، لا يعني دخول السعودية والإمارات والبحرين أنه سوف يقل عدد الحكام، بالعكس. أيضا لأول مرة في التاريخ والتاريخ البطولة تقنية الـ VAR اللي هي Video Assistant Referee اللي نحسب تقنية الفار. نعم راح تكون موجودة. نعم طبعا اعتمد من طريق المكتب التنفيذي. الحكام المشاركون في خليجي 24 يجب أن يكون أو يحصل على ليسن الـ VAR. حلو. إذا ما عندك الفار، إحنا نقول الفار هي VAR. إيه إن تكون حكم رابع. ما تنزل ساحة، لأن من البروتوكول الفار إن الحكم الساحة عنده رخصة، والحكم الموجود على الفار إنه لا يقل كفاءة عن الحكم الساحة. حلو. وأيضا يفضل المساعدين يكونون. طبعا انتهت الأسماء موجودة عندي كون عضو في اللجنة، لكن يعني أرفض أو أني أصرح أقول أسماء فيها. نعم. لكن هناك طاقمين من بلجيكا وطاقم من سويسرا، جميع الدول المشاركة بعثوا حكام للفار. سعودية الإمارات البحرين. نعم بعثوا. نعم وعندي الأسماء، ولكن لأمانة المنظومة. نعم. اللي أعمل فيها لا أستطيع أني أقول لك فلان وفلان، لكن فيما يخص الكويت طبعا طلعت الأسماء. صحيح. من العراق حكمين ساحة، من قطر حكمين ساحة، من الكويت حكمين ساحة، من عمان حكم ساحة واحد وأحمد الكاف. المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين أرسلت الأسماء، أو يعني يقول اليوم إجازة السبت، بكرة الأحد إن شاء الله بحد أقصى تكون القائمة بالكامل موجودة. ايضا مندوب الاتحاد او ممثل الاتحاد الدولي موجود، اسمه العذر السموح ما اقدر اقول اسمه. نعم. ايضا الممثل الاتحاد الاسيوي موجود، هو حكم دولي عربي سابق. فتوافد الحكام تغير الوضع من 19 الى 21، يكون في هناك سيمينار الحكام، اليه عمل في اختبارات طبيعي كوبر جايك في الجزئيه. نعم. هذه جزئيه مهمه جدا. نعم. في سيمينار للفار. حلو. اجربك انت، هل فعلا عندك رخصة ولا ما عندك رخصة؟ في سيمينار يومين على الفار، وفي سيمينار عن التعديلات الجديدة في القانون كيفية توحيد القرارات. النقطة المهمة اللي احنا تكلمنا عنها اللي انت ذكرتها اختبار اللياقة البدنية. طبعا ارسل كتاب عن جميع الاتحادات المشاركة في البطولة كحكام، يتزامن هذا البطولة كأس الخليج مع سيمينار الاتحاد الآسيوي والمؤتمر عام في 400 شخص من مقيمين، مراقبين، من حكام، من حكام مساعدين في في في, في في دبي او في دبي. في تعارض بسعود بين التوقيت مشاركين التوقيت مع الحكام المشاركين في البطوله مع المؤتمر العام الاتحاد الاسيوي. فبعث عن طريق كل اتحاد مشارك ان اعفاء فلان وفلان وفلان لمشاركتهم في خليجي 24، علما بان الاختبار سوف يعتمد مال كاس الخليج. ما راح يروحون سيمينار شهر 1 في ماليزيا، لان مدرب اللياقه البدنيه الموجود في البطوله مدرب معتمد من الاتحاد الاسيوي. اي حكم يرسب من جميع الدول المشاركه في اختبار اللياقه البدنيه يغادر فورا. حلو. ابو بدر، بس اليه اختياركم للكويت، خلنا على الحكام الكويت، مع ان يعني انا ما عليهم غبار احمد العلي وعلي محمود من افضل الحكام، بس اليه اختياركم هل انتم تم اختيارهم منكم ولا ترشيح من الاتحاد؟ شوف سؤالك اصاب كبد الحقيقه، او يعني الحكام المشاركون في خليجي 24 أو اللي قبله أو حتى اللي جاي يجب أن يكونوا الفئة ألف. طيب مضبوط الكلام؟ أوكي. الكويت ما في فئة ألف، في سي ما عندنا ولا واحد، ما في ألف. هذا كتاب واضح. فأقدر أنا مخرج إذا ما بيشارك، مش معقولة الكويت مؤسس كأس الخليج ما في حكام يشاركون في البطولة. شو الفرق بين طيب. ألف وسي؟ ألف المشارك، ألف هو جميع البطولات الاتحاد الآسيوي، دوري أبطال آسيا، تصفيات كأس العالم، تصفيات كأس آسيا، فئة ألف. عندك الفئة سي اللي هي مباراة الناشئين. أسألك سؤال، ليش الكويت ما تشارك في دوري أبطال آسيا؟ لأنه ما في صح.
اذا ما عندنا نخبه احنا حكام نخبه الف ما عندنا نخبه بس يحكم كاس الاتحاد احنا اخذناها وسالم كلامك صحيح وذكرت اذكر قلب الشهاده ان احنا قلنا نخبه فاحمد العلي كابتن احمد العلي كابتن علي محمود بالنخبه ولكن سي طيب كيف انا ما شارك شو المطلوب عشان ياخذ لا مطلوب كثير ان لحظه يعني قصدي اول الحين مقيد بحيث ان تصنيف منتخبك انت ماشي لا 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 يعني ما له دعوه بتصنيف المنتخب مستواك الفني يحتم عليك او يحتم عليك وجودك في اسي مو في 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 شباب في في ما في مدربين ياخذ ليسن سي وبي اي بروفيشنال ليش البرو لان المدرب طور مستواه مستوى فني تشارك بتصفيات كاس اسيا تحت 17 او الشباب بس مو بدر عفوا على المقاطعه بس هذا ظلم لان اليوم انت لا. الحكم انا شنو ذنبي اذا 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 الانديه عندي ما تشارك في في الشامبيونز لا ابو موسى لان هذا لانه مو يشارك اقول لك شغله تفضل الايقاف يمكن اثر اكيد وانا الايقاف أكيد؟ قبل الايقاف ما كان عندنا اي ترى ما جاوبتني مو قاعد اقول لك انا لا ما جاوبت جاوبتك انا انا للحين ما يعني احنا اخذناها نخبه ما اخذناها اي وبي سي ماشي ماشي الاختيار اختيار عن النخبه عن طريقكم عن طريقنا عن طريق اي شوف هم دزوا شوف الكتاب اللي وصل الاتحاد الكويتي جميع الاتحادات ان يكونوا ضمن حكام النخبه النخبة تم اعتمادهم طبعا علي محمود من زمان واحمد العلي قبل سنتين عمار شكناني باجي له مباريات او شافوا المقيمين لا بس بودر كلام ابو سالم اسف المقاطعه تفضل واضح كتابكم لما راح الاتحاد الكويتي تم اختيار فلان وفلان إيه ولا يوجد لا 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 ترشيح الحكام النخبة في النخبة عندكم ما في نخبة غير بالاسماء حكام الساحة علي محمود واحمد العلي عباس غلوم يعقوب السهيل حمود السهلي عبد الهادي العنزي هذا النخبة الأربعة ما في غيرهم بس يقدر الحين الطاقم اللي رايح هونغ كونغ بطريق 19 منه علي محمود عباس غلوم حمود السهلي عبد الهادي من قبل فترة كانوا بإيران سوري حمود السهلي وعباس غلوم أحمد العلي رابع ليش ما راح علي شرار اللي كانوا بإيران كنا خلي أقول لك ليش ما راح ليش ما راح ليش ما راح علي شرار ليش ما راح علي شرار او ما راح سيد علي محمود او سعد الفضلي لا 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 ما اعتمدوا لحد الحين في ناس ما اعتمدوا فحكام ما اعتمدوا رسميا ما جاك مقيم الاتحاد الاسيوي شافك ثلاث مباريات في سيمينار اخر في الاتحاد الاسيوي طيب بناء عليه اختار انت بس اقول لك ليش احنا سي هذا مستواك الفني انت تقدم مستوى الحكم مستوى الحكم بس شو المطلوب من الحكم حاليا على اساس يرتقي مستواك بس انا يعني انا مستواي هل راح تعطيني مباريات كل الحكام خذوا مباريات يا ابو شاري وانت تعرف انا معاك راحوا بطولات تحت 17 تصفيات في تقارير وما كان في تقارير اوكي في تقارير الحكم يقول لك مستوى عادي فتم بالمستوى سي ايا كان بغض النظر على الاسم لا الحكم والله احمد موسى حكم ممتاز خلينا نشوف البطوله اقوى هاي معلومه مهمه اقول لك يتم رفعه الى مستوى يعطيه يعطي إيه يعطي إيه مثلا اعطاك جربك في كاس الاتحاد الاسيوي نعم لا يا جماعه نعطيه مباراه وان سايد جيم مثلا في دوري ابطال اسيا مثلا فريق قوي وفريق ضعيف يعني والله الحكم شوف الحكم مو بالتقدير للاخطاء الحكم المقيم يجيك من الاتحاد الاسيوي ما ينظر شوف كلنا نخطي باداره المباراه لا فرق بين التحكيم والاداره مش اداره بالتمركز نعم في قراءه اللعب بالحركه في التوقع في التعامل مع اللاعبين في تسريع اللعب في قراءه شوف يبين الحكم انتم مدربين انتم لاعبين لما تيجي المرحله السنيه تحت 13 براعم الطالب تقول والله هذا اللاعب او دول المدارس تقول هذا اللاعب مو اللي مع الكره اللي يتحرك من غير الكره اصلا تبين انه لاعب صحيح لك طيب ابو بدر في اختبار انجليزي عندكم حق حكام خليجي 24 لا الانجليزي ليش لا ما في زين هل في الاتحاد الاسيوي في اختبارات انجليزي طبيعي في اختبار انجليزي في طال عمرك سيمينار اختبار اللياقه البدنيه فتنس تيست حق النخبة وفي اختبار اللغة الإنجليزية اللي يسقط في الاختبار الإنجليزي يعيد السنة الجاية ما يتم اختياره لمدة سنة كاملة شلون يعني أي حكم الحين أنا عشان سقط الإنجليزي علشان هي علشان تفاهم مع اللاعبين شلون تفاهم مع ضروري الإنجليزي أنت الحين لما تروح في مباراة شلون تفاهم بس ما تحكيهم الإشارة تحكيهم لحظة خلي إشارة عنك الحين تحكيهم شنو إنجليزي ولا تحكيهم عربي مو تكلم يا أبو سالم لازم تتكلم لغة حاليا الإنجليزي شوف 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 أعطيك اللي معتمد المكمل الاختبار طبعا جهوزيتك الفنيه غير نعم في جهوزيه في اللغه اللغه يعني تكمن في ايش تكمن في ادارتك المباراه رقم واحد في تفاهمك مع اللاعبين رقم اثنين في كتابه التقارير في يجيك المقيم او المراقب من ايران او من الهند او من اليابان لغه واحده الشرق اسيا او غرب نعم. اسيا فاللغه المعتمده كتابه التقارير اللغه الانجليزيه نعم. قراءه وكتابه فانت لما تكون في سيمينار للاتحاد الاسيوي او بطوله الاتحاد الدولي لما يناقشك مثلا احنا الحين احنا الحين في بطوله نعم ف
فتقول عبد العزيز ممكن تشرح لي الحاله هذه في الانجليزي. ما تعرف؟ ما تعرف. هذه مصيبه. فلما ترسب في الاختبار يعني اي حكم حتى يعني نتكلم حكم كويتي يسقط في الانجليزي؟ مو بس كويتي، اي حكم اي حكم اي اتحاد مشارك في منظومه الاتحاد الاسيوي يدز حكام للنخبه او الحكام الواعدين يجب شرط اساسي موجود الكتاب اذا سقط يقعد سنه كامله ما يروح، والبلد هذا يفقد المقعد يفقد ولا لمده سنه؟ لا والله ظلم، هذا ظلم، هذا بديل ما في بديل. شلون بديل؟ انا اقول لك اللي داز هذا خطأ. لا شوف ابعد، يعني مو خطأ لا اتكلم بشكل عام، انا اتكلم كمنظومه. شوف انت ظلمت الحكم اللي يمثل هالبلد. انت المفروض ما تفرش الحكم الا انت مسوي الاختبارات متاكد منه انه يجتاز بالانجليزي. هذا موضوع اخر، انا لا حد يجرني نقطه. شوف الاتحاد المحلي المفروض دوره عمل. انت خسرتني مقعد. من اللي خسرك؟ ما خسرت انت، خسرت. لحظه بس، انت خلي اللي يخلي. من اللي خسرت؟ انت خسرت، انت كاتحاد اسيوي خسرتني مقعد. شلون مخرجاتك غلط؟ زين انا شنو ذنبي؟ يمكن امتحان صعب، يمكن الامتحان يعني يمكن مو متوفق فيها الامتحان. ادري زين. انت اليوم الحين لما يختبرك يختبرونك كبر يعيدوا له الاختبار؟ لا ما في اسيويين عاد اختبار. هذا تجاوز من المسؤول. مثلا يقول لك انا عندي صلاحيه. اي الحين احنا خلي عنك مسؤول، خلي عنك مسؤول، عيد الاختبار. ليش ما يصير؟ يا الكتاب جايك يجب شرطين رئيسيين، اختبار فتنس تيست واختبار اللغه الانجليزيه. في عندك حكام ارسبه كثير. اختبار الفتنس تيست بالاتحاد الاسيوي في، مو بس بالكويت، لكن انا اقول لك الان على الهواء اقول لك في خليج 24 اي حكم حتى اللي جاء من برا الاوروبي ما اجتاز يمشي من اول مره. طيب زين ابو بدر، بس دقيقه بروح فاصل. لا بس دقيقه قبل المعلومه هذه. الحين الفي ار راح يطبق بلغة التواصل بأي مباراة، لو أنا الحين في طاقم حكام هولندي اللي يكون بالفي آر، هل مختلف كويتي سعودي؟ ما هو اللغة تخاطب إيش؟ إيه أنا لازم في لغة تواصل. إنجليزي. إيه. صار ساعة قاعد يقول. لا قصدي لا. أنت الحين حتى هني عندك، عرفت يوم قالوا لازم نجيب طاقم سعودي لازم كامل مع الفي ار لازم كان سعودي. لا ليش؟ زين اذا في واسطه ما في يعني مثلا الحين والله مثلا على الشيخ سلمان بن ابراهيم، اكلم الشيخ سلمان، الشيخ احمد يوسف يكلم الشيخ سلمان رفيجه يقول له يبا شوف الشغل قاعد يروح وين. الله يهداه. هذه اللجان تعمل. ادري انا ما يقدر يتدخل اصلا، ما يقدر يعني على بديل. بالعكس تكلم صح، هذا الشغل صح، هذا الشغل اليوم اتحاد تخسر مقعد. حرام ليش يا ابو سعود؟ لا تجرني في كلام. انت كلام عدل، هاي مخرجاتي. تتحمل انت يعني اتحاد محلي يعني هي حكامك بغض النظر اي اتحاد عن اي اتحاد اخر. ارجو ان اتكلم في الجزئيه هذه ما ابي، لان انا مبتعد تماما عن الشان المحلي في متفرق في انا واسطه مو ناجحه بالامتحان. شلون واسطه؟ يعني واسطه مو ناجحه بالامتحان، يا تعيده او تجيب بديل. الكتاب المرسل جميع الاتحادات ما في شرط من زمان ان اللغه الانجليزيه اختبار فتنس تيست. صح نعم. خلاص انت ما نجحت، شو اسوي لك انا؟ طيب انا بروح لفاصل، بس قبل الفاصل عندي نقطتين تتعلق في موضوع اللغه الانجليزيه. انا ليش فتحت الموضوع؟ لان حسب المعلومات اللي وصلت لي، واتمنى من اخونا العنبو ثامر رئيس لجنه الحكام يوضح او يصدر بيان، او حتى يمكن اخونا سعد الفضلي اللي هو الحديث يعني اللي طالع انه هو سقط في اختبار اللغه الانجليزيه الخاص في حكام الاتحاد الاسيوي، اتمنى يوضحوا لنا صحه هذا الخبر، وهل بالفعل هذا الخبر صحيح؟ لان الخبر متداول، يعني خبر ما في. لا وقال لك الحين اللغه ضروريه، قال لك شرف خبر طبعا محشوم. اخونا سعد الفضلي تكلم، احنا نستفسر هل والله لا والله يصدر بيان العنبو ثامر ترى غير صحيح، والحكم سعد الفضلي نجح في الاختبار، وهذه اشاعات او اخبار غير صحيحه. لا والله الخبر صحيح وسيتم مثلا إعادة اختبار، أو مثلا سيتم ترشيح اسم آخر، أو سيتم مثلا يعني حط عادي يعني ترى تدارك هذا الخطأ في السنوات القادمة. يعني نوضح ترى مو يعني الخبر مو يعني أنا ما أدري صراحة الإخوان أو العنبو ثامر مكتم على الخبر أو
او ما يبرد على الخبر عادي ما في اي شيء يعني شنو خبر عادي يعني بس مسعود انا لما تكلمت الجزئيه هذه انا ما قصدت اي شخص لا 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 أنا, 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 انا 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 فتحتك الموضوع أنا أنا لان انا بفتح أنا الموضوع انا كناصر اعطيك كونسبت عام نعم نعم فلا يعني هذا ان فلان او فلان او اتحاد اخر تكلمت نعم. عن نظام العمل نظام العمل العام لكن اذا فلان انا لا يعني نعم نعم لا لا ما اتكلم انا اللي اتكلم عن هذا الموضوع لان هذا الخبر متداول هل بالفعل الخبر صحيح او لا هذا احنا السؤال ننشد فيه العنب وثامر نطلب من العنب وثامر يأكد لنا صحة هذا الخبر او ينفي او الاخ سعد الفضلي ايضا يأكد الخبر او ينفي ما فيها شيء الخبر الثاني اخونا هملان الهملان رئيس نادي برقان اصبح عليك بالخير انا كلمني لاعب عندكم سابق العام كان موجود اثناء بطولة كأس الامير اللي اخذته فيها المركز الرابع اسمه عبد الرحمن البدر يقول الى الان ما استلم مكافاه هذه البطوله وهو لكل الفريق اللاعب نفسه لكل الفريق هو يقول انا اللي ما استلمت فاتمنى من الاخ وين علينا هو بعيد عن الفريق ايه طلع من الفريق طلع من النادي نعم طلع من الفريق فلانه ما في ثالث ورابع فالمكافاه تصير مكافاه معروفه نعم فهو يقول ما استلمتها الى الان اتمنى يكون في توضيح من الاخ هملان للرد على استفسار اخونا عبد الرحمن البدر لاعب فريق برقان أروح لفاصل وبعدها سأرد. كلامك يأخذونه بحزازية صح؟ حياكم الله ويانا أخونا محمد درجيب طرح سؤال مهم جدا صراحة يقول هل باستطاعتنا حضور كأس الخليج عن طريق البر أنا ما أدري صراحة ما عندي أي معلوم بدر عندك أرجوك عفيني ما عندي والله ما لا عفيني ولا ما عندك معلومة ما عندي معلومة عفيني يعني عندي معلومة بس ما بسولف لا يبا لا يوحق العالم يقول لهم روحوا بر لا لا ما دام ما عنده معلومة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يصير هذه أمور سيادية ما لا وإن شاء الله لا لا إن شاء الله الأمور إن شاء الله إن شاء الله لا ترى سؤال مهم يعني أكيد سؤال الموضوع سياسي ولا الحضور الجماهيري مهم لا لا نتكلم إن الواحد لا يتعنى مثلا اليوم مشجع كويتي أو حتى سعودي أو إماراتي يبي يروح مثلا يحضر هل خلينا نقول الحدود الامنيه مفتوحه برية. الحدود البريه اتمنى يكون في توضيح من الجانبين يعني سواء الجانب القطري او الجانب السعودي عشان الجماهير ايضا هل والله يقدرون ولا ما يقدرون عشان ياخذ لنج او العباره اللي عندهم هاي القطريه العباره الكبيره هذه اتوقع هذه راح يشغلونها هذه ترى وايد يمدحونها ابو بدر العباره هذه مالت الكروز اي والله إيه. شفناها صراحة تحفة اي لا تحفة ولا راح تفيد هذه كم ساعة لا لا ما اتكلم الحين لا بالبطولة لا بس اتكلم كم ساعة حلوة الفكرة صراحة حلوة شغالة والله ما ادري شغالة موجودة اي لا لا مو شغالة لا لا بلا بلا شغالة ويت برا الكويت صوروها عبارة مع عبارة فيصل ودي يستانس الحين تو شاري سيارة شاري السيارة من فندق في قطر للكويت وجايبها عن طريق الباخرة يا ابو سعود المفروض ساعة الإخوان قالوا يوم لما نشت نعم. الخطوط الجوية الكويتية يا أخي سوي عروض صحيح أنت الآن يعني معلش هذا بزنس صح مش فتح يعني صدقة يعني أنت كخطوط كويتية صح وأيضا حتى يا جماعة حتى في كأس العالم للأندية صحيح يعني فرصة لك يعني هذا بزنس صح سوي عرض يعني أوكي كأس الخليج مش أي واحد يروح نعم. يعني الناس يقولك والله لا يبقى كأس العالم للأندية كأس العالم بطل أوروبا ليفربول عندك بطل امريكا اللاتينيه عندك بطل اسيا عندك بطل افريقيا عندك الكويتيين يسافرون يروحون اوروبا يعني شوف امسي عليه بالخير اخوي نجم الدوري السابق الكابتن نايف جابر هذا شغل قاعد يسوي شيء يعني صحيح. ما شاء الله تبارك الله صحيح. ناس تروح انجلترا تروح المانيا تروح اسبانيا هذه عروض صحيح سوي انت عروض يا اخي صحيح طيب انا وصلت لي ملاحظه واتمنى ابو بدر هذه توصلها لاخونا سعود المهندي رئيس اللجنه المنظمه الاخوان حاجزين تذاكر في اي بي نعم وشارينها يعني التذاكر شارينها نعم اليوم راحوا بدلوا طبعا بعد القرعه قبل القرعه بعد القرعه الاولى شروا التذاكر بعد ما صارت القرعه الثانيه راحوا بدلوا التذاكر يقولون كنسلوا الفي اي بي
وخلوها ورا الجمهور الهلال لان خلصت تذاكر الفي اي بي. بما انك ذكرت اخوي العزيز الغالي ابو عبد العزيز رئيس لجنة المنظمة البطولة سعود المهندي، نعم، انه وصلت حق سعود تاخذ حقك وزود يلقى له حل. ابو عبد العزيز ما يقصر، واعلنوا عبر موقع الاتحاد الخليج ان التذاكر تتبدل، وما اقول لك يعني ورا كلام سعود المهندي ما ورا كلام صحيح. فأنا موجود شهر الثلاثة في قطر، وتجي عند سعود وتاخذ حقك وزياده صحيح. واتمنى يراسلونهم الاخوان، اعتقد عندهم ايميل وعندهم موقع. بامكانكم يا اخوي سليمان السعيد، يقولون متصل على الكنترول، بامكانك يا اخوي سليمان تتصل وتوضح الموضوع. يعني هي الملاحظه في محلها، وان شاء الله اخونا ابو عبد العزيز والاخوان اللي معاه علي داوود واخوي سليمان السعيد. القرعه تغيرت اخوي سليمان، انا راح احط رقمي القطري والكويتي في الكنترول عندكم، وتواصل معي يوم الثلاثاء. انا راح 19 ان شاء الله راجع على كفوك الطيب، واي واحد يعز عليك والكويت يبي اي شيء تحت امره في قطر. كفو والله. وشعب ودوله قطر بصفه عامه والشعب القطري مضياف، وتاخذ حقك وزياده. رايتك بيضه يا ابو بدر، رايتك العباره هي تحل الموضوع كله. العباره هاي طرشها لنا تحل الموضوع كله. طيب ابو سالم، نتطرق لاخر نقطه واخر جزئيه في مباريات كأس الخليج. المنتخبات الآن لم تعلن عن مشاركتها في المنتخب الأول أو خل قطر، احنا نتكلم على الأقل المنتخبات اللي معانا السعودية مثلا. نعم. مرة يقولون المنتخب الأول، مرة يقولون المنتخب الثاني، مرة الأول مرة الثاني. والله البحرين نفس الشيء حتى الآن أيضا. والله شوف شوف، السعودية يعني فريقها الآن هو متصدر البطولة المجموعة. نعم. هو الأول، وآخر لعبة لاعبين مع كازاخستان أوزبكستان فايزين 3-2. فأنا أعتقد الفرق يعني بالنسبة لنا إحنا الأفضل طبعاً يكون الفريق الأول. على إحنا والله مهمنا البطولة يا جماعة، والله لا يصير. الجمهور الكويتي لازم يساعد الاتحاد الكويتي. نعم. لا يصير همك البطولة، أنت همك تسوي لك فريق بعدها في وقت راح يصعد المستوى. نعم. رحمة الله عليه الشهيد فهد الأحمد. نعم. شارك بدورة الخليج الخامسة. خامسة. فرق يعني طعمهم لاعبين، لكن كان في لاعبين عندنا صغار. نعم. بعد البطولة هذه وصلنا، خذينا كأس آسيا، وصلنا موسكو، وصلنا كأس العالم. نعم. يا جماعة لازم الجمهور هم عليه يعني واجب. صحيح. واجب وطني. زين يعني نبي جواب السؤال. يعني ما تلعب كويتي فاز بالبطولات هذه. ما أنا اشتراني. والله ما أذكر. في ناس تقول فاروق ابراهيم الله يرحمه. شوف فاروق، فاروق للرابع رحمه الله عليه ابو حمد، اعتقد هو شارك الاولى ما ادري، بس الثانيه مشارك. اي لا الاولى كي تشارك، الاولى والثانيه للرابعه اربع للرابعه هو شارك يعني للأربعة. ما مو متاكد من لا وانت مشارك ما تدري. لا ما عندي طيب. بس اعتقد هو اكيد لان اربع. ابو بدر كم ياخذ الحكم وين في خليج اربعه؟ ولا رجعنا يحبك الفلوس انت وبيعرف. لا طبعا اللائحه موجوده طبعا. ايه 300 دولار في المباراه، 300 دولار في اليوميه، سكن وكل شيء بتوفر. كل شيء بتوفر سكن، ثلاث وجبات وغسيل ملابس مات. وطبعا ثلاث وجبات. لا طبعا حكام البطوله راح يكون في مدغ دوست في الدفنه. نعم. توافد الحكام بيكون مفروض التاريخ القديم، مفروض تاريخ 20 يكونوا موجودين، لما قلت سيمينار قبل البطولة. الآن رحت البطولة يومين لمشاركة الهلال السعودي مع أوراوا في النهاية 24. جواب لسؤالك مساعد منتخبات قبل هذا، الحكم الساحل المساعد نفس السعر. نفس هذا اعتمد بس نبي فترة الإقامة ما عنده يومية. 300 يومية و300 يومية يومية المباراة، نفس المباراة 300 على المباراة. مثلا في حكام مثلا مره ساحه، مره رابع، مره في ار 300 اوكي. ما عند ما حكمت ما تاخذ شيء على المباراة. غير الكلام الحين الحكام قاعدين اسبوعين بالفندق مو مشاري، يبي يحكمك بين لعبتين ترى، بس تاخذ 600 دولار على المباراة والفترة اسبوعين باليوميه. اليوميه شنو؟ 300 دولار يعني معناته ياخذ بكل يوم 300 دولار حكم ولا مشاري. مشاري انا اليوم مشاري انا اليوم اخذ 300 باكر، انا باكر راح اخذ 300، عندي مباراه راح اخذ 600، ما عندي مباراه اخذ 300. لا انا عندي اهم شيء انك حتى لو ما عندك، انا بصادفك لعبتين 14 ما تبون حكم ما تبون
شوف شوف هذا طبعا نتخن زمان. لا بالعكس شيء وايد زين. يوميتك حكمت ولا ما حكمت؟ 14 يوم 4200 بعد حسبها بالكويت نفس النظام هذا لائحه؟ لا طبعا لا اي قصدك بطوله الكويت طبعا اللائحه موجوده بس نفس اللائحه طبعا. شوف اذا الاتحاد المعني يبي يزيدك كرم مننا كلائحه 300 دولار. طيب ايش كنت بتضيف عن موضوع قلت وانا قاطعتك تو قبل شوي؟ لا مساء كنت بتكلم موضوع اللي ذكره بمشاري لما احد الجولتين الاولى والثانيه بالدوري الكويتي او الجوله الاولى لما طبق الفار جابوا حكام من برا. ليش؟ لان ما عندهم ليسن مال. شوف هذا الجواب الصحيح. نعم. لا يمكن اي حكم عامل في اي اتحاد ما او اتحاد ما مطبق تقنيه او بروتوكول تقنيه الفي اي ار الممارس للفي اي ار لا يحمل رخصه الايفاب نهائيا. طيب. من شروطه انه في ساعات عمل. لذلك تم الاستعانه في حكام المملكه العربيه السعوديه كحكام ساحه وايضا الفي اي ار. لما 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 في ساعات عمل عندك والحكام الكويتيين خذوا ليس الفي اي ار فتم الاعتماد عليه. فاي اتحاد لا يمكن اي اتحاد في العالم اي اتحاد الكويتي ولا غيره في الفيديو بروتوكول لازم يحمل رخصه الفي اي ار. طيب ابو بدر المبلغ هم بطولات دوليه كذي نفس لا المبلغ؟ لا كاس العالم كاس العالم غير كاس العالم كاس اسيا لا كاس العالم كاس اسيا 350 دولار او 350 دولار في اليوم. طبعا كاس اسيا شوف اقول لك شغله صغيره انت جبتها والله يذكرك بالشهاده. الان الحكام الكويتيين مغادرين لعبه هونغ كونغ والفلبين او شيء علي محمود وعباس غلوم وحمود السهلي واحمد العلي رابع. قانون الاتحاد الاسيوي اكثر من 3 ساعات للبزنس ايه ذهاب وعوده. فشوف حتى عشان يريحك الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي انت تجيني مباراه لازم انت مرتاح قبل بالاكونومي واخر شيء وفلوسك بعدين ومن طياره لطياره. الان لا اختلف الوضع صحيح. فانت الان يعني طبعا سبونسر ديش وهذه هذه انا كاتحاد بريحك كامل بس حكامنا مظلومين فيها. هذه حكامنا مظلومين قاعد يلعبون وحاطين شعار خطوط الجوله الكويتيه وحكامنا مظلومين مو قاعد يستفيدون من هذه الميزه قاعد يروحون على حسابهم تذاكر لا قاعد تسوي لهم خصم ولا قاعد تعطيهم عروض. وين الكويتيه؟ نعم. يعني حكامنا لا بيروحون الدوري المحلي ما له شغل. لا لا قاعد لا سر طيب عرفت قاعد يروحون هذا انت بقلبك تقاري قاعد تقولها لا الكويتيه المفروض تساعدهم. انا هو انا حاط الاعلان على يبي يبي والله جد انك طلب مشاكل والله والله العظيم. اخونا ابو مشعل يقول مساء الخير على الاحبه الغالي راشد بليح يقولنا بنصنع فريق واليوم الطراره والشاهين وحسين الحربي والخبيزي اعمارهم صغيره ولا لعبوا لعبة كاملة. هذا أيضا في تغريدة أيضا من أخونا ظاهر ولد أخونا ناصر مشعل مشعل فالح الجريد. نعم صحيح. أيوة الله يمسيه بالخير. ونعم نعم ومشعل فالح ألفين نعم مليون نعم يستاهل المدح والنعم جميعا فعلك ما تحكي يا أبو مشعل. نعم طيب أروح لي تقرير خاص ب بس في سؤال حق تفضل يعني أنت أيام ما كنت تلعب أيام ما كنت الحكم من كان شو اسمه مثلك الأعلى صحيح جواد؟ والله شوف إذا شوف إذا اختر جواد فأنت يعني حقيقة راح يزيد قلاك لأن أبو محمد من أفضل الحكام. أنا أعتقد أعتقد أنت شغلك ما لا لا أعتقد كنا علي مندني كنا سامحه منك مرة ما أدري. شوف 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 والنعم إيه إيه أنا ما أدري أعتقد أمانة لأني أنا أشوف يعني نفس الحركات. لا لا وين والله لا نفس الحاله خل جاوب الرجال. شوف لا لا قاعد تقمص شخصيته مره ولا شوف كل انسان له ستايل معين. نعم بامانه اقول لك جيل لن يتكرر. نعم انا كنت اسمع عن العم عبد الوهاب البناي والله حكم صعب يعني اسطوره لن تتكرر. اسلوب نعم. جواد نعم ابو محمد الله يشافيه ويعافيه اللهم الله يشافيه ثعلب التحكيم ذكي جدا رحمه الله عليه ايش الجساس الله يرحمه يعني عطنا مثلك الأعلى منك مكس مكس أقول لك يعني لا جواد لنصاري عندك جواد, جواد أمشي معه بالشخصية أي نعم البكر لا البكر شوف ألف رحم عليك أبو عمس ألف رحم أقول لك الله يرحمه الله يرحمه شوف البكر اللي انتكر أي والله والله صحيح الله يرحمه وسلام أبو عبد الرحمن البكر لن يتكرر صحيح
اي والله شخصية اب واخ للجميع. انفرض التحكيم بعد وفاة القائد، لما يكون عندي قائد لن يتكرر. صح والله، انت بكيتنا يا ابو بدر، يعني مشاعرك طيبة وهذا وفاء منك صراحة. تذكر هذا الرجل، احنا ترى يمكن انا شخصيا يمكن قابلته مرتين او ثلاثة. البكر كان له احترام داخل مجلس الادارة، كان قائد، كان اب، كان فاتح بالعامية اقول لك فاتح ثوبه، فاتح عباته، يلم الجميع، كان كلمته مسموعة بالاتحاد. قائد بمعنى الكلمة، كان يحمل حكام. بعد وفاته، بعد وفاته انا اقول لك انفرط مثل خيط مصباح انفرط. نعم. البكر ما يقرب لي ولا من بعيد ولا من قريب، لكن عشرت هذا الأب الروحي، ضحى جل حياته للتحكيم، ما كان يتكلم كثير، كان يعمل بصمت. صحيح. مخرجاته كانت واضحة، لكن قدر الله ما شاء فعل. الله يرحمه. بعد وفاته أنا أقول لك نعز التحكيم الكويتي كقيادة، كقائد، لن يأتي ليوم الدين قائد أب أخ للجميع. طبعا ما أنسى الراحل الكبير إبراهيم الأنصاري رحمة الله عليه، أبو خالد، شعيب محمد، عبد السلام الياقوت، حسن الحداد، أبو حامد، في ناس كثيرة مرت علينا. نعم. اختلف الوضع الآن. طيب. إذا اختفى القائد اختفى كل شيء وراء. صحيح. ألف رحمة الله عليك يا أبو عبد السلام. الله يرحمه. إحنا بنريح شوية بس نطلع برا هالأجواء الحزينة بتقرير منتخب الشباب اللي يستعد إن شاء الله يعني تصفيات مهمة راح يغادر إن شاء الله يوم الثلاثاء، تصفيات كأس آسيا إن شاء الله راح تكون في عمان، مجموعة صعبة، العراق، عمان، الكويت، ثلاث منتخبات قوية ولا واحتراما ولا يهونون المنتخب الفلسطيني والباكستاني، لكن ثلاث منتخبات أكيد صار على صدارة هذه المجموعة. زميلنا خلف العنزي زار تدريب المنتخب وعد لنا التقرير. بدأ أزرق الشباب استعداداته الأخيرة على الملعب الفرعي لاستاد جابر الدولي قبل المغادرة الثلاثاء المقبل إلى سلطنة عمان للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا. اليوم بلشنا استعداد كأس آسيا ودخلنا معسكر داخلي من بداية من اليوم، وإن شاء الله يوم الثلاثاء إن شاء الله طايرين عمان إن شاء الله، وإن شاء الله ناخذ بطاقة التأهل بإذن الله إن شاء الله يا رب. فواز، ممكن تصفيات صعبة على ليفل مستوى الكويت خاصة بعد الإيقاف. والله بشكل كبير، يعني أنت واقف ثلاث سنين، وبالطبع يعني العمان والمنتخبات الثانية مشاركين ثلاث سنين متتالية، وإن شاء الله يعني نفرح الشارع الكويتي بإذن الله يا رب. والله ما في شيء صعب، رايحين حق بطولة فيها فرق وايد أقوية ومشاركة وزينين وايد وسابقيننا بالتصنيف، بس إحنا رايحين دولة عمان الشقيقة بنشيل اسم غالي على قلوبنا وعلينا مسؤولية كبيرة، فإن شاء الله نطمح للأفضل. مهمة صعبة تواجه الشباب الأزرق لخطف بطاقة التأهل في ظل تصنيفه في المستوى الرابع بين الفرق الخمسة في المجموعة التي تضم إلى جانب الأزرق منتخبات العراق، عمان، فلسطين وباكستان. راح نكون احنا بالتصنيف الرابع، راح يكون تصنيف الأول العراق، راح يكون معنا بنفس المجموعة عمان، وعمان معروف على مستوى المراحل السنية كمنتخبات، ومعنا راح يكون فلسطين، فلسطين كان ثالث غرب آسيا، والعراق كان بطل غرب آسيا اللي كانت في شهر أغسطس اللي طاف. احنا راح نكون تصنيف رابع، لكن ما راح نكون احنا حلقة الأضعف كتصنيف ومجرد انه تصنيف، لكن يعني كانت حظوظنا شوي ان بالمجموعة ما كنا قاعد نلعب احنا كتصفيات، احنا قاعد نلعب في كأس آسيا نفسها، بحكم ان في المجموعة اربع فرق قاعد تنافس على البطاقة، وان اسواق المجموعات اللي يكون فيها فريق أو فريقين اللي قاعد يتنافسون على خطف البطاقة التأهل، لكن إن شاء الله يعني باقي المنتخبات يعني لها حظوظ كبيرة، وإحنا كذلك لنا حظوظ كبيرة، اسمنا له وزن عندهم إن شاء الله في المجموعة، والكل يحسب الحساب. دعواتنا لشباب الكويت بالتوفيق في هذه المهمة والعودة من عمان ببطاقة التأهل. لبرنامج الديربي خلف العنزي. شكرا اخوي خلف، بالتوفيق ازرقنا، دعواتكم له ان شاء الله قادرين شبابنا على ان شاء الله التاهل عن هذه المجموعه. اخونا فيصل ناصر العنزي يقول صبحكم الله بالخير ابو سعود والوالد القائد ناصر العنزي والاخوه الحضور. مشكور يا اخوي فيصل، ودير بالك على الوالد، والله الله فيه.
وبدر يحكمون من البيت؟ البيت حكم؟ ما يشوفونه كله هناك ما يشوفونه يدوب لا يحكم عنده ولد والله مدافع زين بدر اعتقد بدر وينه؟ رجع النادي كان ظروف شو رجع النادي؟ لا لحظة يرجع لا تخطر سطر ليش بطل عشان يرجع النادي؟ أحيانا عدم الرد حكمة والله كلام كبير انا اسف انا ما ادري شو اي نادي واي نادي جهره كان لاعب المنتخب الاولمبي صارت ظروف معينه في النادي الله يسامح اللي كان السبب جاء عرض من نادي السالميه 2014 رفضوا ناس معينه انه يطلع يعني لا رحمك ولا خلى رحمة الله تنزل عليك هو واقف من 2014 انضم للحرس الوطني والحمد لله من بطوله لبطوله الحمد لله يسكرون باب لكن الله سبحانه وتعالى يفتح ألف باب استبعدوا من النادي غير وجه حق حتى شكرا ما قالوا له بغض النظر على الأسماء محللين ومسامحين نعم طبعا هو بالحرس الوطني ضابط الحين يعني المفروض ياخذ ضابط يعني أخذ شهادته ليش جايك في الكلام كمل دراسته الجامعية في القاهرة وخذ بكالوريوس التربية الرياضية من بطولة لبطولة فريق الحرس الحمد لله وآخر بطولة قبل ثلاثة أيام السوبر ما شاء الله مبارك الله يبارك في أيامك يعني خذ بطولات ما خذها مع النادي لكن أخوي وابن العم أخوي في الرضاع الكابتن نجم الكبير نادي الجهرة نواف جديد نعم بومشعل بومشعل طلب أن بدر يرجع ورجع معهم بس ظروف المعسكر ما راح في الدوام والحمد لله الان مع الفريق متصدرين الحمد لله رجع ومتصدرين الدرجه تحت كم الفريق الاول طيب الله يوفقه شكرا لك كابتن راشد دير شكرا لك كابتن صلاح مرزوق شكرا لك كابتن عبارتي والله قال شكرا لك كابتن احمد موسى احنا باسمكم نشكر ضيفنا اليوم ومره اخرى نوجه الشكر للاخوان في قنوات الكاس وتحديدا الاخوان ايضا في برنامج الحكم السماح لاخونا ابو بدر اليوم اثر الحلقه بوجوده وتواجده وهذه فرصه ايضا نشكره على المجهود اللي بذله في لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي وحرصه على تواجد أربع حكام وهذه أول مرة تحصل بجهوده ودعمه أيضا لهذه النقطة فنشكره أيضا نتمنى لحكامنا الكويتيين التوفيق إن شاء الله في خليجي 24 شكر لرعاتنا وداعمينا شركة كيوي تريد مطعم التسيمو مطعم سيامي يصطب بن العميد طياب المرشود ليمون لايم دير أند دير معرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيوس في الكويت خل أشكر شركة التون جرافيكس يعني مو مقصرين معانا صراحة مهتمين في حسابنا في تويتر في موقعنا في الشبكة العنكبوتية في حسابنا أيضا انستغرام الله يعطيكم العافية أخوي أيوب ويعطي العافية الأخوان القائمين على شركة التون جرافيكس الله يعطيكم العافية وهم أيضا وكيل إعلاني لنا نتمنى أي شيء يخص برنامجنا التواصل مع شركة التون جرافيكس نلقاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء إلى اللقاء